تعالى حبيبي تعالى تعالى عاد وقول لي مالك ليه قاعد لوحدك؟ عايز اقعد لحالي يما. اها من متى؟ طول عمرك تدور على الناس وتقعد معاهم وتضحك معاهم، في ايه؟ الدنيا بتتغير. طب وماله؟ بس ليه ما قعدتش مع اخوك حبيبك سندك هو اللي يحس بوجعك؟ الله يرحمه. تعال تعال. طيب اقعد معايا انا وقول لي ليه بتقول كده على اخوك؟ وانا اللي قلت ولا انت اللي قلت ولفيت البلد كلها بميكروفون يقول خبر موته؟ بعد الشر عليه. صح انا غلطت ولا عنديش عذر للي عملته، لكن انت عارف غلاوتكم في قلبي. انا بس كنت عايز اقول لك. انا مش قادر اسمع اي كلام. اسمعني يا حسن، قلبي مفطور على ولدك والله. من وقتها كل حاجة في الدنيا عفشة قدامي، ولا كأني شفت دقيقة حلوة في حياتي كلها. والبيت الكبير اللي كنت بتؤمر وتنهي فيه، وشمس ومروان وأنا، والبلد اللي انت كنت ست ستها، والمال اللي كان في يدك زي المية، كل ده مفيش حاجة حلوة في حياتك. مالي يبقى ايه حلو لما كل ده عفش؟ أما انت خايفة على مروان، مش جايلك نوم، عقلك مش مريحك. مال يقول لك هو ايه اللي جواه حسن وهيعمل ايه؟ وانا هجيبلك من الاخر. انا لحد دلوقتي عقلي بيقول لي ان اللي حصل ده في حاجه غلط، مش قادر اصدق يعني ان مروان يوز زينب او ان زينب تقتل ولدي. بس لو في يوم من الايام عقلي قال لي ان اللي حصل ده حقيقي وان زينب قتلت ولدي، ساعتها قولي على ولدك مروان يا رحمن يا رحيم. انت ايه اللي جابك هنا؟ امشي غور ولا هخلي البلد كلها تتفرج عليك. عاوز مروان مش هنا، وحتى لو هنا مش هيتكلم معاك. عاوز يا بدري. عاوزك في كلام مروان. مفيش كلام بيننا بعد اللي انت عملته. كلام مهم قوي قوي يا مروان، ولازم تسمعه. وان كان على اللي فات انا محجوب لك، واللي انت عاوزه انا هعمله. اعملي شاي يا عمتي. ما تنخش كده وتقدم فروض الولاء والطاعه الا اذا كان في مصيبه. ريمو عادل بيلعبوا لعبة وسخة. انت خايف علي اياك وجاي تبلغني. تخيفش عليك، ولو اللعبة مش لطالي ما كنت جيت. ايه اللي حصل؟ انا مش جاي عشان بحبك ولا عشان صيد العيش والملح، لا. الكلام ده كله اتبخر من ساعة اللي حصل. انا جاي عشان مصلحتنا لازم تكون واحدة. ريم وعادل عاوزين يحطوا يدهم على البلد كلها، عايزين كل الناس تبقى تحت يدهم، وبيلعبوا بحسن.